نخش مع الناس الكبار نقلب معاهم نسوي معاهم نشبع الطبيعي فهمتوا. وبعدين لما تعينت كل عارف زي ما نغسل نفسي نغسل الميت. تعبها ان السر هذا ما تقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا التعب. انا درت كذا، واحد مقطوع واحد متحلل واحد معفن واحد فهمتوا، الحالات اختلفت. أنا نخاف من الحي ما نخاف من الميت، الحي نخاف منه وما نخاف من الميت. أنا ماري تبعيني فهمتوا، حد جاء إنه ميت تحرك ولا قام ولا هذا أبدا ما صارت. أنا نبني والليس عندي مهنة يعني فهمتوا، ولا مني عندي غضروف وعندي احتكاك توظفت أنا في الغسيل. يبدأ بالأربعين والخمسين طبيب شرعي ما بيجي والنيابة ما فهمت، هذا بيرجع للنيابة والدولة، أنا ما نتدخل في شؤون هذه.